هذه نعمة من نعم الله، القرآن والسنة، لأن فيها تبيان لكل شيء من الأحكام، من العقيدة، من الحلال والحرام. فلذلك ما احتجنا إلى قول الفلاسفة ولا قول الأدباء ولا أقوال الخطباء ولا العلماء، خلاص عندك القرآن والسنة فقد أقناك الله. إذن كأنه يشير الشيخ إلى أنك تدرس القرآن وتتبين معانيه وتهتدي بهداه وتبشر المسلمين به وتدعوهم إليه، فلا يأتي صاحب الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضه ويبين بطلانه، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا القرآن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: أنا أتحدى كل أهل البدع، جيبوا لي آية أرد عليهم من نفس الآية على باطل. يقول الشيخ الإسلام: أي واحد من أهل البدع يجيب على دليل، على قوله، على فعله من القرآن من نفس الآية اللي جاب فيها على باطلة، أنا أرد عليه فيها. شوف العلم، شوف الحجة. يقول حتى الآيات المتشابهات اللي فيها ممكن تحتمل كلام أهل البدع، أنا أرد عليهم من الآية، ما أجيب لهم آية ثانية، من الآية نفسها. الله أكبر، شوف العلم والفقه. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانه.